كيبطي مش شوي شوفوا لي الصراع ما احلى شوف بس شوف شنو انا ادرك دلوقتي اوكي شوفوا استني 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 شوفي شوف 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 على عيوني برو مرقش يا زلمة والله شبه الفهد مقرمد مش طبيعي شكله مقرمد طبعا كنا عن بيت اهلي واختي رجعت من السفر اليوم فجابت لنا هديه اللي اعطونا اياها فانز جابت لنا شوفوا شغله صوره هون والاسم هون في باركود هون بس كيف بدي اعمل سكان انا ساره ساره اعمل لي سكان بس انا تطلع غنيه غنيه خطبتنا هلا هاي Yeah, أكيد. لا it's fine. هلا بنورجيكم كمان شوي بس ورا. المهم. سكان مرة ثانية. شوف شوف تطلع. الله أغنية تضبطنا. إلا الله. أغنية اللي غناها فؤاد. المهم. بلا فؤاد غناها صح؟ إيه وقت دفشني. كنت انا وانت عم نرقص فجاه دفشني هيك صار يبعدني يفضع عيني فهمنا 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 يفضع عينك هيك ايه هيك فؤاد كان بدي اياني اطلع فيه وهو بغني يفضع عينه المهم هذا ابو صلعه هون تعالوا اورجيكم اياه ما شاء الله والله راس والله الله يعملك مثلي طول بالك بس ما قلت لي كيف كان ويل سميث فكرت عم بيدخن عم اقول شو هاد شو هو اماني كيف كان ويل سميث محترم والله وردي بس بيني وبينك كثير هيك يعني اجتماعي ويعني يعني محترم ما انا هلا يمكن نكون عم نشوفك ومشوفنا يعني بس كثير شب يعني اكابر اكابر والله ما في منه بالعكس يعني شفت ضيفنا وكذا واصر علينا بس يعني انا شفته صراحه بيني وبينك يعني لما مد ايده بده يحاسبنا لا هو هون وقتها صار الموقف صار يفضع عينك بيسووا قصة من وش أمان يحكي لنا قصة الشاب اللي مسكوه اللي هو على الدوار اللي هو على الدوار ايه شو قصته برو قصة طويلة هي مو طويلة كان ماشي بالغلط فركش حفريات مع حفريات قطعت كهرباء من هون قالي له جيب مدري جاي بيبسي بدل الكولا ما عاد تذكر بس المهم انه كان السوبر ماركت مسكر طلع شغل السيارة العامة نسيان مفاتيح فوق طيب شلون شغلت السيارة طلع على الايفون قلنا لحالنا ماشي مشي بهالسيارة طلع هاي قام اخر شيء فشكة المعلم بشو ما بتخيل شوف بني ادم ضعيف بريشة مثل هالقد فشكة ايه. فشكة من هون هروستان وصار معه شد عضلي ايه كمل بس اخذوا هاي ولقوا هاي هلا الشرطة عم بتدور عليه قال راح يجيبوه من هون لاخر الشهر قال ليه مدافع الايجار طيب ليه مدافع الايجار قال اخي انا لما فتح المطار ما لقيت شنتايتي وانا طالع من المطار بالاحرى هو طالع امام المطار لقى الشنطة مسك الشنطة من هون لا والاواعي صار كلها مي ليه اوف بس يعني نجيب هاي مطرت الدنيا فجأة ايه اوف ممنوع السباحة ممنوع السباحة بهالمنطقة والله اخذوه معلم طلع شغل هالهي وعلى بلش معلم داس بهالسيارة ضل يدوس كل قرص فلافل هالقد نف هيك انتفخ الزلمة بعد ما انتفخ لا والله ما عم قصة عم اقول لك راح المشفى اول ما وصل على الهي قالوا له ما عندك وين ختم الجواز شلون داخل انت على البلد قال اخي انا ما لي علاقه انا طالبه اخي محمد مأمرة عمل لدع وسلق شو بسموه والله ما بعرف ايه جايبين له اياها اكسترا تو عمل حاله وطلعت بطاريه الايفون اخي هي بيلعبوا فيها كل 4 سنين بضعفوا لك اياها ليش ايه عشان تشتري تعمل ابديت ايه اذا ما عملت ابديت شو بصير يا حسن شو بصير شو بخطر ببالك شو الساعه وين ساعتي صرت الساعه لا جد والله انت الساعه يفضح عينك انت اللي ضاعت كمان بس عن جد ضاعت عن حديث عن شو كان ما صار زعبه كده بس ما ركزت فيه ايه الكشف اخي هي موتور ليفتح كشف السياره ايه ما فتح لا وش الشرطة هلا هاي قالوا والله ما بعرف اخي كل برج له مهبط طيران ليش في حرايق ليه الحرايق شو بتصير يا حزرات سيجاره ايه يعني ادم باي بالسيجاره انا شايف هاي البطاريه اللي انت عم تحكيها شو بتحط له شعرك انت مثال مثلا ها اليوم ايش انت حاسب حساب اليوم رح التقى لا شرفوني مشي والله راسي عم يجاني يا زلمه والله ما ادري والله الكلام عم بيطلع معي بصدق انا ساعه حسوق اقسم بالله حلو ساره حسوق براسي ومعدتي
روح اطلع من الجاد تاني. شو عندك شو عندك بكره؟ راسك عم يوجعك وهيك. شو عندك بكره؟ بكره عندي تصوير رواد شيء انه له علاقه هون بالحكم، يعني مو بالحكم يعني. رواد شو؟ رواد رواد شلون مساج كان مشتغل؟ رواد الفضاء، رواد التواصل الاجتماعي او رواد الفضاء. الصبح الساعة 10:10 ونص، وبيني وبينك والله مو مزح، راسي كثير مضغوط لاني هالفترة نحن سيزن بتعرف شغلنا. ويل سميث معلم، ويل سميث عليكم السلام. صبر، انا جاي دفتر شيكات بالطقم نسيان ومش سارة ليه اليوم مختفية؟ انا؟ ايه كم سناب؟ اه صورت اليوم. صورت كثير كمان. ليه الناس كلها عم تقول لي وين ساره مختفيه؟ 161 سنابس. مصوره 100 سنابه وعم تسالوا وينها؟ 161. 161 سنابه وعم تسالوا وينها؟ شكلك ضايف حساب غلط، انا هيك حاس. يا ندى انا ممكن تعمل ان بلوتوث؟ ماما انت شو اخباركم؟ بكره ان شاء الله، بكره وبعده الحين نسوي فيديو نار 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 نار. على سمر كتبت لي عادت ورا شو ساره شوفير يعني؟ يس للاسف. بعدين حتعرفوا ليش، بعدين حتعرفوا ليش، اخبركم ليش. ماما انت شو كنت بدك تحكي موضوع؟ لا انا كنت عم بحكي انه نحن لازم نكون ايد واحده ونخفف عشاء بالليل. هذا لازم له إعادة برمجة. البني آدم بيحكي مواضيع ما دخلها في أم السالفة كلها. ما فهمت. أنا اللي عم بقول لك يا وبكل جدية إنه البريطاني نفس السوري. جواز البريطاني نفس الجواز السوري أو الجنسية؟ لا ولا أنا عم بحكي على اللغة والأكسنت بالأحرى. الأكسنت. البريطاني نفس السوري. يا لايك إكزاكت يعني حتى إنه بين قوسين الشامي والدبلوني اللي هو دوبلن يعني عرفت؟ دبلوني اوكي اوكي شبهون فرق بين او في التشابه ونقطة التشابه انه الشامي شرطي؟ اه لا ويت سوري ايوه كثير حلو سوري مرتي دخلت فاصل الان الشاورما هي الفلافل نفسها المهم ايه كنت عم بقول لك انه بالسوري مثلا شلونها نصها سايلنت ونفس الشيء بالبريطاني مثلا بقول لك كراب لايتها طارت تي اي ار ما بتطلع شلونها كمان انه الشيء في وسطتك انت كمان سهل انت شبك علقت ايه ايه فهمت ايه ايه اوكي ك ك كان هاو ويت كان هاو ذايا مثلا سموقة عرفت ايه مثل لك شو وينها شلونها عرفت كله سهل يعني المبدا واحد نفس ال بس بالضبط انت بتحكي فرنسي صح؟ يجاوب عليها فرنسي طبعا اكيد طبعا بتعرف تعد من 1 to 10؟ افكو بالهي بالفرنسي قصدك ولا بشكل عام؟ لا بالفرنسي طبعا عد يعني كاني عم بقول لك انت بتعرف تاكل يلا قول قدامي فاكيد ما راح تاكل يعني لانه راح تقول لي اكلها انه شيء اكيد ما راح حد يعني برو اكيد خلص انت اقتنعت وانا اقتنعت يعني بس شوف اني اذا اقتنعوا انا يعني ما بعرف انا فيني عد بالفرنسي لا انا فيني عد كمان يلا عد ما بدي عد ما بده بيستحي اند ايوه اوني موني روني لا احمل الباري سوري من الباري اي ايك دو تين شار بانش سوهان هذا اردو كمان اه لا ده الفرنسي